صباح الخير كل اللي بيشوفونا، وحلقة جديدة من حلقات بنصبح عليك. معكم أنا سارة الهلالي، وحلقة يوم الجمعة بنتمنى أنها تحوز على رضا حضراتكم. النهاردة كالعادة معنا فقرات متنوعة، معنا مداخلات تليفونية بالإضافة لفقرتنا الرئيسية، ويا رب حلقة النهاردة ترضيكم وتكون حلقة خفيفة في الويكند. بنبتدي أجازة الويكند، يا رب تكون أجازة سعيدة على حضراتكم، ويوم الجمعة يكون جمعة مباركة تتجمعوا فيها مع الأحباب والعيلة. بصبح على حضراتكم مرة تانية، وإحنا مقبلين على فصل الصيف، وفصل الصيف من الفصول المحببة لكتير من الناس. في ناس بتفضل الشتاء، ناس بتفضل الصيف، وبيبقى الصيف فيه انطلاق وفيه مقابلات أكتر وفيه خروج أكتر وبحر وغيره. لكن بيبقى فيه بعض المنغصات اللي ممكن تبقى في فصل الصيف، إن ممكن الأمراض تنتشر بشكل أكبر، ممكن يكون في شكل الجلد لو ما أخدناش بالنا من بشرتنا ومن جلدنا ممكن نتعرض لمشكلات. كل ده هنعرفه من دكتورة أسماء الدحتوح استشاري البطنة، وهتكلمنا عن فصل الصيف. بصبح على حضرتك دكتورة أسماء. صباح الخير أستاذة سارة، صباح الخير على السادة المستمعين جميعا. أهلا بحضرتك، وزي ما قلنا إحنا مقبلين على فصل الصيف، كل سنة وحضرتك طيبة. وفصل الصيف على قد ما هو فصل جميل وفي انطلاق، على قد ما ممكن يكون في بعض المنغصات اللي ممكن نتجنبها بالوقاية، سواء كان إن إحنا ناخد بالنا من بشرتنا، من صحتنا، من أكلاتنا اللي ممكن نتناولها في فترة الصيف وفي فترة الحر الشديد، عشان نقدر نحمي نفسنا من ضربات الشمس وغيره. كلمنا من فضلك. كل سنة وحضراتكم طيبين وصيف سعيد علينا جميعا يا رب. طبعا مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشار البكتيريا والميكروبات، بيكون أجهزتنا عامة عرضة للإصابة بالبكتيريا والميكروبات. أشهر الإصابات في فصل الصيف بسبب انتشار الميكروب بتكون الإصابة في الجهاز الهضمي بدور ديسنتريا أو القيء أو الإسهال الشديد، وقد يؤدي إلى الجفاف مع الأطفال، وده في الغالب بيكون نتيجة الفاكهة المعرضة لدرجات حرارة، لأن فاكهة الصيف للأسف بتكون أكتر أسباب الإصابة بالجهاز المعوي واضطرابات الجهاز المعوي. وزي ما بنقول بتبقى عمرها قصير، يعني لازم الحفاظ عليها أو وجودها في الثلاجة أو كده. ده برضو بيرجع لدرجة الحرارة المرتفعة، ده أكيد طبعا، وغسلها بشكل جيد عن طريق الماء الجاري والبعض من الخل، وخاصة الفاكهة اللي ملهاش كوت أو قشرة زي الخوخ، زي العنب، زي المشمش، لازم الغسيل الجيد. وفي بعض الناس تقول لي أنا ما بغسلش الموز، أنا أسفة جدا، الموز لازم يتغسل طالما في كوت، يعني ده جزء حضرتك بتلمسه بإيدك وترجع تاني تاكل بنفس الإيد، هو برضو معرض للبكتيريا والميكروب، ومع ارتفاع درجة الحرارة ده أكيد وارد. طيب هنا مع الإصابة بالجهاز الهضمي يجب علينا التنويه، وما إن أنا استشاري تغذية علاجية، خلينا نتكلم عن جزئية الأكل للوقاية من الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي. نعم. مهم جدا جدا الغسيل الجيد للخضروات والفاكهة، وزي ما اتفقنا بماء جاري وبعض قطرات الخل. مهم جدا إن إحنا نحصل على سوائل كافية على مدار اليوم. والسوائل مش بيندرج معاها المية، المية لوحدها طالما أنا قلت مية يبقى مية مش سوائل. سوائل دي معناها يعني عصاير، يعني بعض الخضروات اللي فيها ألياف زي الخيار والخس، ده جزء مهم جدا إنك تحصل عليه، وطبعا الألياف اللي موجودة في الفاكهة. ولكن المية دي لوحدها كده ده بتمثل أكتر من 60% من جسمك، مهم جدا إنك تشرب مية بقدر كافي. طب إيه القدر الكافي عشان نكون متفقين عليه؟ خلينا نحسبها حسب بسيطة كده، إن كل كيلو من وزنك محتاج معاه نص كوباية مية، ما يعادل تقريبا حوالي 30 ملي، تمام كده؟ ده طبعا مع درجات الحرارة المعتدلة، وكل ما ارتفعت درجة الحرارة كل ما تطلب جسمك ارتواء وتروية أكتر، فمهم جدا حفاظنا على رطوبة الجسم.
كمان الجهاز التنفسي العلوي اللي هي الجيوب الأنفية والتهاب الحلق ده بيكون بشكل متكرر جدا مع ارتفاع درجات الحرارة نظرا لتغيير درجات الحرارة في اليوم. بندخل العربية نشغل التكييف أو بندخل المكتب نشغل التكييف وفجأة نخرج منه لدرجة حرارة مختلفة، وهو ده اللي بيخلينا مع تغير المفاجئ لدرجات الحرارة نصاب ببكتيريا وميكروبات الجهاز التنفسي العلوي. هنا يجب التنويه لحاجة صغيرة أوي، رجاء وخاصة لما يكون معك أطفال مناعتهم ضعيفة حساسيتهم للإصابة بالبكتيريا والميكروب أكبر، نخلي تدرج ما بين انتقالنا من درجات حرارة مختلفة. لو احنا قاعدين في الأوضة وفتحين التكييف ندرج درجات الحرارة بتاعته بحيث ان احنا يكون درجة البرودة أقل تناسب خروجنا من المكان وعدم يعني تفاوت درجة الحرارة الكبير، وكذلك العربية أو المكتب. طيب تجنب الإصابة بالجيوب الأنفية ده مهم جدا برضو. أتمنى أن احنا دول بيعانوا دلوقتي بالذات في وقت الربيع في البرودة عالية، نستنشق بعض الماء، ده بيقلل من درجة الرطوبة وبيقلل من تفاوت درجات الحرارة. كمان لما تشرب شوية مية بدرجة حرارة الغرفة، مش مية ساقعة بقى، أنا عايز أعمل تعادل لدرجة حرارة جسمي مع درجة حرارة الجو، فباخد بقس مية صغير. التهاب الحلق المتكرر، أتمنى أن احنا نكون حريصين بشكل يومي على أخذ معلقة عسل نحل عليها عصير نص ليمونة. ده بيقوي المناعة جدا وبيقتل كل البكتيريا والفيروسات المتراكمة في الجزء التنفسي العلوي، جهاز التنفسي العلوي، من التهاب الحلق والبلعوم. بس ده طبعا لازم الواحد يكون متأكد ان ما عندوش اي نوع من انواع القرح او غيره. ده أكيد صحيح. طيب القرح في الجزئية دي، جزئية الجهاز التنفسي العلوي ده، احنا كده بيتشخص شخص مريض وبيكون له الجزء العلاجي بتاعه. تمام. ولكن قرح المعدة، العسل مع الليمون مش بيسبب مشكلة، لكن الليمون لوحده اللي بيسبب مشكلة مع العسل ما فيش مشكلة. أنا بشكر حضرتك جدا دكتورة أسماء الدحدوح استشارية التغذية العلاجية، أشكرك يا فندم على هذه المداخلة، وإن شاء الله دايما تعدوا الصيف بمرح وبخير ويبعد كل الأمراض عنكم بإذن الله. ومع فنان من الفنانين المهمين في عالم الموسيقى في مصر النهاردة، ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير هاني مهنا، ولد في مثل هذا اليوم 24 مايو عام 1947 بقرية أكياد التابعة لمحافظة الشرقية. بدأت مسيرته الفنية من وهو عنده 5 سنين، عمل بفرقة الفنانة تحية كاريوكا، وانتقل بعدها للعمل في مسرح المنوعات، وفي مرحلة الثانوية شارك في برنامج الكأس لمين وفاز في الجائزة للعزف المنفرد 3 سنوات متتالية. ملين في معلومات عن فناننا وذكرى ميلاد عبير الشرقاوي، ممثلة مصرية ولدت 24 مايو 1970، هي ابنة المخرج جلال الشرقاوي، تخرجت في الجامعة الأمريكية قسم المسرح وعملت في التمثيل أثناء دراستها. والفنان اللي بنتكلم عنه فنان أثر فينا كلنا من وإحنا صغيرين وإلى الآن لما بتعرض أفلامه الكل بيتفرج عليها، وهو الفنان إسماعيل ياسين. الفنان إسماعيل ياسين ممثل كوميدي زي ما كلنا نعرفه، هو ولد في 15 سبتمبر 1912 محافظة السويس، توفي 24 مايو 1972، والنهاردة ذكرى وفاته. كان إسماعيل ياسين بيعشق أغنيات الموسيقار محمد عبد الوهاب وبيرددها، ومن المفارقات أنه هو كان عايز ينفسه ويكون مطرب، وكان بيحلم بالموضوع ده بشكل كبير، إلى أنه بدأ بالمونولوج، والمونولوج في هذا الوقت كان ليه جمهور كبير، وبعدها اتجه إلى التمثيل ونجح بشكل كبير جدا في التمثيل، وكان ليه بعض الأغنيات
بتكون موجودة ضمن أفلامه. تعالى إسماعيل ياسين وجمال إسماعيل ياسين، ومهم الضحك ومهم التغذية المظبوطة ومهم الرياضة عشان نكون بصحة نفسية وبدنية جيدة. النهاردة هنتكلم عن الرياضة، وإحنا دايما بيبقى عندنا فقرة رئيسية عن الرياضة وأهميتها، والنهاردة هنتكلم عن الرياضة بشكل يعني أخص أثناء فترة الامتحانات. بالتأكيد إحنا عارفين الأولاد سواء كانوا في سن المراهقة أو في الطفولة اللي بيمارسوا رياضة يختلفوا تماما في شخصيتهم وتقبلهم للآخر والروح الرياضية عن غيرهم من اللي ما بيمارسوش الرياضة. لكن هل كمان اللي بيمارس رياضة بيبقى مستواه في المذاكرة أو نفسيته في فترة الامتحانات أفضل؟ ده اللي هنعرفه من خلال ضيفنا دكتور ياسر قطب، أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات. بصبح على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا فندم، وصباح النشاط والحيوية. صباح الخير. ودايما نتكلم عن أهمية الرياضة، لكن يمكن مش كتير بنتكلم عن أهمية الرياضة في فترة المذاكرة وفي فترة الامتحانات. إزاي حضرتك بتشوف أن الرياضة مهمة، وإيه اللي نقدر نقول المدة المناسبة لممارسة الرياضة، وإيه هي الرياضة اللي نقدر نلعبها أثناء فترة الامتحانات؟ طبعا ممارسة النشاط الرياضي حاجة مهمة جدا جدا جدا، وبالنسبة كمان في الفترة بتاعت الامتحانات لأبنائنا الطلبة. طبعا النشاط الرياضي طبعا بيبقى ليه تأثير على الصحة العامة للجسم. طبعا انت لما بتمارس نشاط رياضي بيبقى بيحصل تنشيط للدورة الدموية للجسم. طبعا تنشيط الدورة الدموية دوت بيبقى بالنسبة لي بتبقى طبعا الدم بيبقى موجود، بيبقى أكسجين، المخ بيبقى محتاجه، كل الكلام دوت بيزود طبعا موضوع بقى ان انت يبقى عندك تركيز، الحفظ، بيبقى عندك يقظة على طول. طبعا نقدر نقول انه بيقلل من الصحة النفسية طبعا. ايوه لسه كنت هقول النقطة دي، هل بيقلل من الستريس بتاع فترة الامتحانات؟ طبعا طبعا طبعا، دوت الضغوط النفسيه اللي تبقى موجوده بسبب طبعا الضغط اللي واقع على الطلبه بسبب الامتحانات وكده، ده بيقلل الضغوط النفسيه اللي بتبقى موجوده، بيظبط برضو الحاله المزاجيه ليه، بيقلل بقى التوتر، كل الحاجات النفسيه ديت. طبعا الملل، بيحصل ملل من كتر ما هو قاعد بيذاكر. انت لما بتمارس نشاط رياضي بيخرجك بره الملل اللي هو موجود عندك دوت، فطبعا بيحسن. طب ايه الرياضات المناسبه يا دكتور؟ لان ناس كتير بتقول احنا ما عندناش وقت وجدولنا مسحوم وورانا مذاكره، ايه الرياضات اللي ممكن حد يمارسها في البيت او مثلا حوالين البيت بشكل نقدر نقول ما يستهلكش كتير من الوقت او ما بيبقاش محتاج استعدادات كبيره؟ بالظبط، هو طبعا اقل حاجه ممكن حتى هو يقدر يمارسها حتى لو داخل الغرفه، لو قام ومشي شويه، قام من على المكتب بتاعه، قاعد مثلا بيلف في الغرفه، نزل حوالين البيت مثلا، نزل مشي شويه ورجع تاني، الموضوع مش هياخد منه 10 دقائق ربع ساعه، بيغير له الحاله المزاجيه ليه، وبيعيد نشاطه تاني ان هو يقدر يبقى يرجع تاني لتركيزه، وبيعلي زي ما قلنا بيشيل بقى الضغوط النفسيه والعصبيه اللي عنده. تمام. طبعا بالنسبه لحضرتك السؤال الثاني، حضرتك قلت المده، طبعا هو بيفضل طبعا ان يبقى في ممارسه نشاط رياضي يومي ما بين 30 دقيقه ل 60 دقيقه. طبعا في ساعه الامتحانات اقل حاجه ممكن يبقى 15 دقيقه زي ما قلنا، ان هو ويبقى نشاط هوائي، يقدر يمشي، لو حتى لو عجله مثلا جوه البيت، لو عنده هو بقى عجله ممكن يلف بيها حوالين البيت، ده طبعا مش هياخد منه وقت كتير، وزي ما قلنا بيحسن له الحاله الصحيه والمزاجيه بتاعته. تمام. أنا بشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة دكتور ياسر قطب، أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات. أشكرك يا فندم.
حالا كعادتنا هنطلع نتابع تقرير الرياضة الخاص ببرنامج بنصبح عليك، وأخبارنا اليوم الجمعة 24، وأول خبر بجريدة الأهرام مدبولي توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من تطوير موقع التجلي الأعظم. أخبار مصر، رئيس الوزراء يوجه بإحياء مسار خروج بني إسرائيل وتنظيم رحلات سياحية به. بننتقل لجريدة اليوم السابع، مصدر رفيع المستوى، موقف إسرائيل لا يؤهل للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة. اليوم السابع، صفعة جديدة على وجه إسرائيل، اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية يصيب إسرائيل بالتخبط. سياسيون، الموقف الدولي يساهم في زيادة الضغوط على الاحتلال، ويؤكدون تنفيذ حل الدولتين السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة. عودة لجريدة الأهرام، وزيرة البيئة تشدد على أهمية دور البحث العلمي والجامعات في التصدي لآثار تغيير المناخ. اليوم السابع، مصر تسعى للوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة ل 42% بحلول 2030، تخصيص 44,000 كيلومتر لإنشاء محطات شمسية ورياح جديدة. الأراضي تستوعب قدرات تصل إلى 1,000 جيجا وات، و50% مستهدفات الوصول في 2040. وعودة أخرى لليوم السابع، ممثل العدل للنواب 135 مشروعا باستثمارات 1.5 مليار جنيه. الزراعة، صادرات مصر من البطاطس تحقق رقما قياسيا خلال الموسم التصديري الحالي. المصري اليوم، التعليم، استخدام القلم الأزرق الجاف فقط في الإجابة عن أسئلة الثانوية العامة. وزارة التعليم، لا وقت إضافي بامتحانات الثانوية العامة، وإعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة ومقار اللجان الأسبوع المقبل. وطبعا بنتمنى لكل الطلاب اللي بيمتحنوا إنهم ينجحوا بإذن الله، ويكون يعني نتيجة مشرفة وجيدة تمكنهم من دخول الجامعات اللي بيحلموا بيها. بننتقل للأهرام، وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية بمطروح قيمتها 284 مليون جنيه. تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من الأقراص والمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمطروح، قدرت قيمتها المالية بحوالي 284 مليون جنيه. وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قد رصدت نشاط بؤر إجرامية شديدة الخطورة تضم عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذين من دائرة قسم شرطة براني بمطروح وكرموزلية نشاطها الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ومليون 2,250,000 قرص مخدر لعقار الترامادول، ومليون و800 قرص مخدر لعقار الكابتيجون، ومجموعة كبيرة من المخدرات والأسلحة منها 5 بنادق آلية بندقية رصاص، و5 بنادق خرطوش، و3 طبنجات، و28 خزينة متنوعة، وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 284 مليون جنيه. وتحية طبعا للقائمين على الأمن والقائمين على حمايتنا من الشرطة الباسلة وعلى حدودنا جيشنا العظيم. اسمحوا لنا مشاهدين الكرام نطلع لا معنا أخبار، بنكمل أخبارنا وخبر الرياضة. الأهلي بيفتح مرانة الأخير قبل موقعة الترجي أمام وسائل الإعلام.
افتتاح كأس العالم لرفع الأثقال البارلمي بالمكسيك بمشاركة منتخب مصر. وآخر خبر الأرصاد، تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية اليوم، وانخفاض الحرارة 5 درجات، والعظمى بالقاهرة 34 درجة. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد يوم الجمعة انخفاضا في درجات الحرارة تتراوح من 4 ل5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. وإليكم بيان بدرجات الحرارة: القاهرة العظمى 34 والصغرى 21، الأسكندرية 26-19، مطروح 24-19، سوهاج 36-27، وقنا 43-29. أما أسوان فالعظمى 43 والصغرى 28 درجة. وبكده بنوصل لنهاية أخبارنا.